هو اللقاء الأول الذي يمنح فرصة للسفير التونسي الجديد لدى السلطة الفلسطينية للتواصل مع الجمهور بعد تقديم أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس، غير أن أهمية اللقاء الذي ينظمه مركز أوراد للبحوث والتنمية هي للفلسطينيين أكثر، حيث محاولة البحث عن دلالات الانتخابات التونسية الأخيرة للواقع الفلسطيني واستقاء العبر منها في إحداث التغيير. ثم كانت حادثة إقدام الشاب بوعزيزي على حرق نفسه، فكانت الشرارة الأولى لاندلاع ثورة الحرية والكرامة. اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء الجامعات الفلسطينية ومختصون في مجال الانتخابات ركز في مضمونه على القدرة التي دفعت التوانسة إلى ممارسة الديمقراطية والمشاركة الواسعة في التصويت بشكل يوحي كأن الأمر مألوف لديهم منذ سنين. ما حصل وشاهدته ونخبره حالياً يدعونا للاعتقاد بأنه وكأن التوانسة قد ألفوا الانتخابات ومارسوها لمئات السنوات. المشاركون أجمعوا أن الاستبداد والظلم أكبر أعداء الديمقراطية والتعددية، وأن التغيير في العالم العربي لا بد أن يكون دافعا للشعوب كي تستعيد ثقتها بقدراتها وتكسر حاجز الخوف. لا شك بأن ما يحدث في الدول العربية من متغيرات سياسية يعبر في الحقيقة عن إرادة الشعوب في التحول نحو النهج الديمقراطي في ممارسة الشعوب لحقها في اختيار ممثليها. وكانت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس أظهرت تقدم حزب النهضة الإسلامي بنحو 40%، وهو الذي كان محظورا في عهد نظام بن علي، غير أنه نجح بزعامة راشد الغنوشي في التواصل مع الناس والاستماع إلى همومهم. من رام الله أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. على الكود.com